الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها هكذا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الحديث يتصل كل الاتصال بالحديث الذي تقدم فالحديث الذي تقدم يتحدث عن القرآن الكريم وكيف يكون القرآن الكريم يعلمه آلاء الليل وأصحاب النهار ورجل آتاه الله مالا فمالا فيقوم به ينفقه آلاء الليل والنهار هنا يقول وروينا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الخير في الحق سلطه يعني أنفقه على هلكته على من ينفقونه في الحق ومعنى ذلك أن المال الذي في يدي أخرج منه حقوق الله عز وجل وحقوق الفقير والمسكين وحقوق الوالدين وحقوق من تلزمني كذلك نفقته نعم آتاه الله تعالى مالا فسلطه يعني جعله بين يدي هلكته الذين ينفقونه في الحق وما أجمل ما أجمل نعمة المال ونعمة الغنى عندما أكون من ذلك المال عارفا أن فيه حقوقا لكثيرين حقوقا لزوجة حقوقا لأبناء حقوقا لآباء حقوقا لإخوة حقوقا لأصهار حقوقا للأوطان حقوقا لطلبة العلم حقوقا لكل واحد من أفراد اليتامى والمساكين اليتامى الذين غيب الله آباءهم تحت التراب والمساكين الذين ألزمهم الفقر والعياذ بالله أمكنتهم فهم في الواقع من شدة فاقتهم ومسكنتهم لا يكادون ينطلقون يمينا شمالا فأنت محمود إذا كنت من هؤلاء الذين أعطاك الله تعالى مالا ووفقك إلى أن تخرج منه الحق المعلوم وأن تسلطه على هلكته في الخير جماعة الذين ينفقونه في الحق ويخلقونه في الثواب والحق في الواقع عنوان كبير لكل ما يمكن أن يسعد به الفرد وتسعد به الجماعة وتسعد به الأمة وتسعد به الأوطان فإذا كان من أموالنا ما لا نظن به وما لا نبخل به على هذه الوجوه من وجوه الخير ومن أبواب الخير كان ذلك المال نعمة من النعم وإلا كان نقمة من النقم والعياذ بالله وجل الله الذي يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استانى نعم عندما يعطيني الله تعالى مالا لا ينبغي أن يجعلني أن ينفق في أوداجي وأن يجعلني أتطاول على الناس وأن أقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي
نعم مرحبا بما جاءك من الله عز وجل، ومرحبا بك وبذلك المال إذا أنت سلطته سلطته على هلكة الخير، ولا مرحبا بمال يضيع ويتفلت من يدي غدا وبعد غد، ثم بعد ذلك أقول يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا هذا التمني تمني جاء بعد فوات الأوان. ولهذا ينبغي أن يسارع الإنسان إلى فعل الخير وصنع الجميل قبل أن يمضي الزمان، وقبل أن يتعذر الإمكان. ثم إذا بنا نسمع في ذلك الحديث، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة، والحكمة هي الصواب. هل الحكمة هي السنة؟ هل الحكمة هي الصواب؟ هل الحكمة هي الحق الذي لا ريب فيه ولا يعني معدل عنه، من أجل أن تقوم أفعالي وتصرفاتي على صراط مستقيم؟ نعم الحكمة ذلك كله وأكثر منه. رجل آتاه الله تعالى الحكمة، وكثيرا ما تطلق الحكمة على السنة، وكثيرا ما تطلق الحكمة على سداد الرأي، وكثيرا ما تطلق الحكمة على الصواب الذي أتحراه والذي أحرص على أن أكون من أهل هذه الحكمة. ومن أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال رب العالمين يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي يعني من يؤتى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها غيره، يقضي بها يعني يحكم بهذه الحكمة، وحكمه في ذلك لابد أن يكون حكما قائما على العدل، قائما على الإنصاف، قائما على إعطاء كل ذي حق حقه. نعم فهو يقضي بها ويعلمها، لا يكفي أن تكون قاضيا، وإنما ينبغي أن تكون مع هذا عاملا داعيا موجها للناس، مذكرا إياهم بأن الذين هدوا إلى الصواب، والذين أخذوا الصواب والحكمة سبيلا لعز الدنيا ولرغد العيش، هم أولئك الذين يجمع الله تعالى لهم بين عز الدنيا وعز الآخرة، تلك التي سنصير إليها يوم من الأيام، ونقف أمام الله عز وجل وإلى جوارنا أعمالنا التي أسأل الله تعالى أن تكون صالحة لي ولكم، وأعمال الآخرين الذين ضلوا الطريق والذين سفهت عقولهم واتبعوا أهواءهم، فهم في ذلك الموقف لا يلقون من الله عز وجل إلا سخطه وإلا عقابه. أسأل الله تبارك وتعالى الذي أنزل إلينا كتابه، والذي علم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغنا سنته، وما بلغه عن الله عز وجل، وما يرى فيه الخير لتابعيه وللمؤمنين به، أن يجعلني وإياكم ممن يعتصمون بحبل الله، إذ يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعم نذكر نعمة الله، وأكبر نعم الله عز وجل أن هدانا للإيمان، وأن أنزل على نبيه القرآن حتى بلغنا إياه عليه الصلاة والسلام، وبلغه من بعده أصحابه فريقا وراء فريق وخبيلا وراء خبيل. نعم وهذان الحديثان يتمان علينا نعمة، ويؤكدان لنا حقيقة أن القرآن الكريم خير ما أعطى الله عز وجل الإنسان، ذلك الذي استخلفه الله تبارك وتعالى في استخلفه الله تعالى وأراد أن يكون
يعني قائما على قبيل وعلى مجموع الناس في ذلك الزمن أو ذلك الزمن. نعم، هذا هو القرآن الكريم، ندعى إلى أن نأخذه حتى يكون شفيعا لنا يوم القيامة، وحتى يكون أكثر من المال الذي سلطه على الخير، وأكثر من الحكمة التي يعني نقضي بها بين الناس ونعلمها إخواننا. ولا بد لنا من أن نعلم، ولا بد أن نعد أنفسنا لأن نتعلم، فالعلم ليس له حد يتقف عنده، وإنما كلما أخذت نفسك بشيء من العلم الذي علمك الله تعالى إياه فتح الله تعالى عليك من العلم أبوابا ومن المعرفة أسبابا، حتى تكون من أولئك الذين يعني يهدون إلى الحق ويذكرون الناس بأن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسابنا ولا ينظر إلى أنسابنا ولا ينظر إلى طول وعرض فينا، وإنما ينظر الله تعالى إلى أعمالنا وفعالنا وتصرفاتنا، ويجزي بالخير خيرا، ويجزي بالإحسان إحسانا، ويجزي إلا أن يغفر وإلا أن يتقبل منا التوب الذين أساءوا بما عملوا. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفهمون من الله عز وجل مراده في كتابه، ويفهمون مراد النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما بلغنا عن مولاه صلوات الله تبارك وتعالى. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، كرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.